عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي اجتماعا مع مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شون جونز، وشهد الاجتماع بحث تعزيز أوجه التعاون في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المنفذ بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يهدف البرنامج إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وذلك من خلال ربط المستفيدات من البرنامج مع برامج التمكين الاقتصادي التي تنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المحافظات.